مساء الخير اخت سميرة، معنا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومرشح الدائرة الثانية من مدرسة معن بن زايدة. أبو علي، شلون تشوف الحضور اليوم؟ أشوف الحضور أكثر من رائع، واعتقد النسب راح تكون قياسية، يعني على الأقل أتكلم عن مراكز الاختراع هني في ضاحية عبد الله السالم فاقت العام الماضي. حاليا 73%، واعتقد راح تتجاوز 75%، لا زال عندنا بعد ساعة والأرقام قد تكون متأخرة، ربع ساعة ونص ساعة، أتوقع تتجاوز 75%، وفي ذلك رسالة واضحة أنا أعتقد يعني نتحدث عنها إن شاء الله بعد النتائج، لكن بالتأكيد الشعب الكويتي يريد أن يقول شيء. طال عمرك حاليا شفنا النسب المرتفعة، شفنا المشاركة، شفنا المرشحين واقفين بكل ألفة وأخوة في باب المدرسة، شفنا الناخبين اللي يسلمون عليكم. ما هي كلمتك للناخب الكويتي اللي رغم كورونا رغم الأمطار تواجد في مراكز الاختراع؟ حقيقة رسالة احترام وتقدير وإعجاب بأن الجائحة، الجو، الظروف الاستثنائية لم تكن حاجز أو عقبة أمام أداء الواجب الوطني بالإدلاء بصوتي لمن هو الأفضل في نظري، وأشيلها من ذمتي أحطها في ذمة من أختاره لتمثيلي في مجلس الأمة. كل الشكر والتقدير، أنا ما أعرف النسب النهائية بس المؤشرات إيجابية، كل الشكر والتقدير للمواطنين الكويتيين والشعب الكويتي، كل الشكر والتقدير لرجال الداخلية على هذا التنظيم الرائع، كل الشكر والتقدير لرجال السلطة القضائية على هذه الإدارة الناجحة، والكوادر الصحية، وكل من شارك في تنظيم هذه الانتخابات بما فيهم حضراتكم الإعلاميين، أنت والأخت سميرة في الاستديو، والها يعطيكم العافية، ما أدري من الاستديو. الله يجزاك خير الأخت سميرة عبد الله، والنعم الأخت سميرة، وكل من هو موجود هناك قواكم الله ويعطيكم العافية. بس إن شاء الله يعني صوتوا لكم بالاستديو طول اليوم وما راحوا يصوتون، لا قاعد يبدلون، احنا اللي هني ماسكين. الله يعطيكم العافية، شكرا، قواكم الله، قواكم الله، ومن خلالك شكري لكل إعلامي وقف منذ صباح هذا اليوم حتى يغطي هذا العرس الديمقراطي. قواكم الله، قواكم. أخت سميرة، ننقل لكم تحيات رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم من خلالك إلى كل الإعلاميين الذين قاموا بتغطية هذا الحدث والعرس الرياضي. تحياتي لكم، عيد الفضلي الدائرة الثانية. نعم، وأنا بدوري أشكر رئيس مجلس الأمة على هذا الإطراء، والشكر لكل الإعلاميين، وأحب أطمنا أن الحمد لله أدينا دورنا وصوتنا قبل لا نجي الاستديو، لأن هذا دور وطني واجب على كل مواطن كويتي. شكرا لرئيس مجلس الأمة. الآن أعود